التعيش ديالو خاصها تكون عبرة لأي شاب صاعد. داكشي علاش قبل ما نبداو غنطلب منك تخلي إعجاب وتعليق باش ينتشر الفيديو بشكل جيد. وشكرا بزاف للتفاعل ديالكم في المقطع السابق ديال سفيان مرابط. الرضا كله ديال الأم اللي تقدر تعطيه الولد نعطيه ليه. لمياء البكراوي هي بطلة مغربية سابقة في ألعاب القوى، غتقرر تنهي المسيرة ديالها بعد ما تزوجات من شاب ليبي اللي سميتو طارق أبو خلال. تلاقاو في المغرب وقرروا أنهم يهاجروا لهولندا وبالضبط بمدينة روتردام. 18 فبراير من عام 2000 لمياء وطارق غيتزاد عندهم طفل وغيسميوه زكريا أبو خلال. بعد مرور 3 سنوات من ولادته غتقرر عائلة أبو خلال العودة إلى المغرب وبالضبط الدار البيضاء. الأب ديال زكريا رفض أنه يدخلوا لأحد النوادي باش يلعب كرة، فبالعكس استغلوا وجوده بالمغرب وسجلوا في مدارس لتعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم. فمنذ الطفولة ديالو تربى على دين الإسلام والصلاة. وهنا غنفتح واحد القوس مهم، فاش كتربي ولدك على دين الإسلام من الأول فهاد الشيء كيساعده في حياته كاملة. علاش؟ حيت الإسلام كيخليك تبعد على أي حاجة تقدر تضرك في هذه الحياة، وكيبعد عليك رفقاء السوء والبلية وضيع الوقت في أشياء ما غتنفعك في والو، بالإضافة إلى الصلاة اللي كتعطيك تركيز وراحة نفسية، وهذا الشيء كيعاونك سواء رياضيا أو دراسيا أو في أي مجال، وهذا سبب رئيسي في نجاح زكريا أبو خلال. المهم من بعد 4 سنوات بالمغرب، العائلة اللي كتكون من 4 أطفال، زكريا، زياد، دنيا ونور، غترجع لهولندا، لكن هذه المرة مدينة خوريخن، وغتبدا قصة زكريا مع كرة القدم. بدايته كانت مع أندية صغيرة بالهواد في هولندا، ما بقاش فيها بزاف، فمنذ الطفولة ديالو بان باللي عنده مستقبل كبير وأسلوب لاعب خاص به، خصوصا أنه لاعب منضبط، فما كانش بحاجة للنادي، بل الأفضل هو مركز تدريبي باش يطور من راسه أكثر. فكان الاختيار هو أكاديمية ويلم سنة 2009 اللي كتضم لاعبين كبار كفرانكي دي يونغ لاعب البارسا الآن. في الأول كان كيلعب كرأس حربة، لكن بان انه كيمتاز بسرعه وذكاء كروي، هادشي خلى المدربين يوضعوه كجناح ايمن. والجميل اكثر ان بعد انضمامه الى الاكاديميه تدرب على اتقان لعب الرجل اليمنى واليسرى، الشيء اللي غيخليه يلعب في مراكز مختلفه كجناح ايسر او ايمن او راس حربه. وبعد 8 سنوات باكاديميه ويليم غتوجه ليه عروض من اكبر انديه هولندا وابرزهم اياكس وبي اس في ايدهوفن. اختيار كان صعيب، لكن زكريا اختار يمضي عقد كيمتد لاربع سنوات مع نادي ايدهوفن سنة 2017. من اول عام ليه مع الفريق قدم عروض رائعة لدرجة ان نادي توتنهام الانجليزي قدم ليه عرض ممتاز للانضمام، لكن ابو خلال رفض. لعب مع فريق بي اس في ايدهوفن 4 سنوات، من بعد انتقل لنادي ازيد الكمار سنة 2019. فهاد النادي غيقدم راسه للعالم اكثر. زكريا خدم على راسه بزاف، فحاجة واحدة اللي كانت ناقصة واللي خلاته ما يسجلش اهداف بزاف مع نادي ايدهوفن هي اللمسة أخيرة. لكن تدرب عليها مع نادي أزيد ألكمار وقدر يسجل أهداف كثيرة. في خلال هذه المسيرة كاملة اللي ذكرت كان زكريا لاعب ضروري ضمن لائحة المنتخب الهولندي، فهو تدرج في جميع الفئات العمرية للمنتخب هولندا من سن 15 عام إلى سن 20 عام. تخيل معايا أن في عام 2020 تم المناداة عليه من طرف 3 منتخبات، هولندا، ليبيا والمغرب، لكن بدون اي تفكير. بوخلال تبع القلب ديالو، فالاعوام اللي دوز في المغرب خلاته يبغي البلاد ويحلم من الطفولة ديالو انه يمثل المغرب. فالاختيار كان ساهل بالنسبة ليه، حتى من الاب ديالو نصحو انه يحمل قميص المنتخب المغربي. الحمد لله فرحان بزاف حتى اول مرة خداوني، وملي كان صغير حاجة واحدة بغيت نديرها هي اللعب مع المنتخب المغربي. اليوم في الصباح سمعت الفيفا قالوا نقدر نلعب مع المغرب، فرحت اكثر وان شاء الله نكملوا بخير. الحلم ديالي انا دابا 20 عام، وبغيت من دابا اللي نكبر ونقلع مع المنتخب وياخذوني دائما. ودابا ركز معايا مزيان، بسبب اختياره للمغرب غيتعرض لتهديدات من مواطنين ليبيين بالقتل. هادشي خلاه يغلق حسابه بالانستغرام بسبب التعليقات ورسائل الليبيين. ومن جهه اخرى الصحافه الهولنديه قامت بحرب ضده واستغلت الجانب الديني لزكريا بحكم انه يداوم على الذهاب للمسجد والحضور جلسات دينيه رفقه الامام ايوب المنصوري، وهو امام معروف احد مساجد امستردام. وبسبب هادشي اتهمته الصحافه الهولنديه انه ينتمي
احد الجماعات المتطرفه، لكن سفيان صبر لهذا الشيء كامل وبقى على نفس الراي وهو تمثيل المنتخب المغربي. 13 نوفمبر 2020، المغرب ضد جمهوريه افريقيا الوسطى. غيدخل زكريا بديل مكان اشرف حكيمي في الدقيقه 59. ربع ساعه كانت كافيه باش يسجل اول هدف ليه مع المنتخب. ايمن برقوق في طريق ايمن برقوق مع زياش، برقوق يدخل وبرقوق هذه فرصه جول زكريا ابو خلال الوافد الجديد. نعم، من اول لمسه ومن اول فرصه يتمكن من افتتاح عداد الاهداف مع المنتخب المغربي. اهلا بحلولك يا زكريا يا ابو خلال. الهدف اللي غيعطي شعور عمرو حس به من قبل، ومن تما واسم ابو خلال كيتواجد دائما في لائحه خليل وزيد. لعب ايضا في كاس افريقيا الاخير بالكاميرون وقدر يسجل الهدف ديالو الثاني مع المنتخب ضد جزر القمر. لكن رغم كل هذه الانجازات فهي لا شيء امام الانجازات اللي كيقوم بها خارج الملعب. زكريا كيمثل المغاربه احسن تمثيل بالاخلاق والانضباط ديالو في اي نادي مشى ليه، وكيفتخر انه مسلم، والاكثر من ذلك انه كيحاول ينشر الاسلام ويوعي الشباب دائما عبر حسابه بالانستغرام، بالاضافه الى الاعمال الخيريه اللي كيقوم بها رغم انه في البدايات ديالو. لكن كما كنقولوا، اللي ما كيعطيش من القليل ما غيعطيش من الكثير. والدين بو خلال ربوا فيه التضامن والعطاء منذ الطفوله، فمؤخرا قدر يبني من ماله الخاص ملعب الاطفال دار بوعزه بالدار البيضاء، بالاضافه الى انه تبنى طفل وتكلف به ماديا ودائما ما كيقدم المساعده لاي شخص محتاج جا في طريقه. بين على التضامن ديالو مع الطفل ريان، دائما ما كيعاون وكيزور عائله عبد الحق النوري. بين على التضامن ديالو مع محمد ديدوح المصاب بمرض القصور الكلوي، مواقف لا تعد ولا تحصى من اللاعب لما يتجاوز بعد سن 22 عام. اول شرط ليه قبل ما ينضم لاي نادي هو احترام النادي لاوقات الصلاه وعدم التدخل في صيام رمضان. فرغم تواجده بفرنسا الا ان زكريا ما كيفرطش في الصلاه والصوم وقراءه القران، وهذا الشيء راجع للتربيه الحسنه. الان زكريا هو لاعب لنادي تولوز الفرنسي بعد انتقال حر من نادي ازيد الكمار. النادي سعيد بتواجد لاعب مثل زكريا. لحد الان لعب 19 مباراه، سجل فيها 4 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة. شكرا زكريا على الفرحة اللي عطيتينا بتسجيلك الهدف الثاني التاريخي أمام بلجيكا، وشكرا حيت كتمثل الشاب المغربي أحسن تمثيل. كان معكم منير من قصة بطل، إلى اللقاء. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.